إذا متابعي ومتابعات قناة شوف تيفي أسعد الله صباحكم، هنا من مدينة أسفي وبالضبط من أمام قصر البلدية. كنقول لكم صباحكم مبروك. إذا أخبار جد ساخنة وأحداث جد ساخنة تشهدها مدينة أسفي اليوم. إذا مجموعة ديال الوقفات الاحتجاجية في مدينة أسفي هذا الصباح من شركة فيكتوريا إلى شركات أخرى، عمالها يطالبون بالعودة للعمل بعد طرد التعسفي اللي يشهدوه. غنشوفكم معنا في اللايف إن شاء الله. إذا مشكل فيكتوريا يعود مرة أخرى إلى الظهور. لم تمر سوى أسبوع، لم يمر سوى أسبوع عفوا على الاحتجاجات اللي تم القبض ديالها بعدما وصلت الشركة إلى حلول مع العمال المضربين الأسبوع الماضي. هذا الأسبوع عمال جدد يخرجون للإضراب احتجاجا على التسيير السيء للشركة وتدبير الملفات ديال الموظفين ديالها. وشعلوا فينا العافية، شعلوا فينا العافية، وشعلوا فينا العافية، شعلوا فينا العافية، وغتشعل وغتشعل، وغتشعل وغتشعل، وغتشعل وغتشعل، وغتشعل وغتشعل، ونار قوية غتشعل، ونار قوية غتشعل، وغتشعل وغتشعل، وغتشعل وغتشعل، ونار قوية غتشعل، ونار قوية غتشعل، وهي 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 هذه مدينة المافيا، هذه مدينة المافيا، وعمالة المافيا، عمالة المافيا، وبلدية المافيا، بلدية المافيا، وجماعة المافيا، وجماعة المافيا. يا الدوي يا يا الدوي يا يا الدوي يا يا الدوي يا عشر عشر في الحالات، عشر عشر في الحالات، يا الدوي يا السلام عليكم. تشرفوا باسم ديالك منتصر عبد الله. بغينا نعرفوا شنو المشكل ديالكم، علاش خارجين مره اخرى للاحتجاج اسبوع اقل من اسبوع ما ساليتوا الاحتجاجات الاولى؟ خارجين على قبل هاد ولادنا والعمال اللي معاهم تقصوا من العمل، ومده عامين حنا كنطلعوا ونزلوا ورسلنا الجهات المعنيه بالامر للبلديه ولا العماله ولا الاداره ديالنا ولكن لا من ينادي. لهذا خرجنا ثاني اليوم واقفين على هذا الشيء، وهذا الصوت حنا بغيناه يوصل لكل شيء الجهات المعنيه بالامر، وبغيناه يوصل حتى لسيدنا ان شاء الله، لان حنا دلينا اكثر من القانون ما داروش لنا اعتبار. حنا خصنا نكون عندنا تكريم، ولادنا يكون عندنا تكريم، وهما يكون عندهم تكريم نيت اللي باقيين خدامين. انا عامل سابق، عندي دابا 70 سنه. دابا ولادنا حنا ضربنا تماره، شرينا الارض، بنينا الوكاله، جبنا طوبيسات، غاديين بخير وعلى خير. ما عمر شي شركه دخلت علينا الا هاد الشركه ملي دخلت علينا دمرتنا ودمرت ولادنا. والانسان ملي كيخرج ويشد تقاعد خصو يتكرم ويكون في عيش كريم كما قال جلاله الملك سيدنا نصره الله، وولادنا خصهم حتى هما يكونوا حتى هما شادين بزمام الامور. شحال ديال الاعتبارات مشات لينا، ولحد الان رحنا راضين بداك الشيء اللي كنشدو الحمد لله ونشكروه، ولكن حنا كنطلبوا من سيدنا والمسؤولين المسؤولين وفوقهم سيدنا، وسيدنا هو يحل لنا هذا المشكل. شنو المشكل ديالكم؟ المشكل ولادنا ما خدامينش والعمال اللي معاهم تما ما خدامينش، وجا كانوا خدامين وتقساو. علاش؟ هما اللي بغاو ما علموهمش، كون غير علموهم صيفطوا لهم شي اشعار قال لهم غدا راكم غتصبحوا ما خدامينش ما كاين مشكل. ما صيفطوا لهمش نهار اللي مشاو بغا يدخلوا سالا ومشاو بغا يدخلوا قال لهم انتم صافي راه توقفتوا على العمل. علاش؟ هما اللي بغاو.
كورونا. ما كاين لا كورونا لا والو، هادي عامين باش محصورين الدراري الاولين، ما كنتش ما كانش كورونا. نهار اللي سمحت الشركه دارت هي اللي بغات، خدمت اللي بغات، ما استشروا معانا، ما عيطوا لينا، ما قالوا لنا حتى شي حاجه، لا هاكين ولا كاين. لا كانوا دالوا شي حاجه مع الديليغيت، الديليغيت حملوا مسؤوليتهم. حنا ما حاضرينش لهذا الشيء كيفاش وقع. هذا هو السبب، وهذا الشيء علاش حنا واقفين وبغينا نشوفوا عندنا شي حق في هذه الارض ديالنا السعيده، اعطوه لينا، ما كنتسالوش، قول لنا ما كنتسالوش. حنا ما كنديروش شغاب ولا كنديروا شي حاجه، حنا بغينا نديروا لاولادنا فين نخلوهم، ونخلو المطالب اللي كتبقى من الجد، من الاب لاب الجد، تبقى غادي استمراريه. فاذا به ولينا حنا دابا كنتهانوا، راه ماشي معقول هادشي. شحال هما ديال العمال دابا اللي مطروحين؟ كاينه 22 ولا مع 23. هاكا كيف ما قلنا اخي، هاد الناس بينا نعرفوا هاد المسؤولين فينا، هما فين غايبين هاد المسؤولين؟ هاد العامل، هاد الحسين شينان، ولا هاد رئيس المجلس البلدي عبد الجليل البداوي؟ علاش اللي ما يتدخلوش؟ فين هما هاد المسؤولين؟ فين هما هاد الاحزاب السياسيه؟ فين هما هاد البرلمانيين؟ كيعرفوا هاد المواطن غير في الانتخابات، غير ملي كينتخب الانسان عليه تما فين كيعرفوا. هاد الناس تشردوا دابا سبعة شهور، وتشردنا حنا قبل، باش يلاه دخلت الشركه، باش يلاه دخلت الشركه خلاتنا في الشارع لمده 11 شهر، بقينا كنناضوا وكنغوتوا، وبقيت دخلونا خدمونا 6 شهور، جا كوفيد قال لك حق تسنى، تقبلنا الوضع، لان على العالم كامل مشينا ريحنا، ولكن من كدور تولي لاكتيفيتي، ولات خدامه دابا 49 ولا 50 طوبيس في المدينه، والعمال معانا كيقول لك راه الشركه عندها الخصاص في الشوافريه، وما يمكنش يعيطوا علينا. علاش؟ شنو السبب؟ علاش هاد المجموعه هادي او هاد الناس هادي هما اللي يتخذوا في حقهم الاجراءات؟ واش هاد الناس هادو سبعة شهور شنو غيوكلوا وليداتهم؟ الناس اغلبيه مجوجين، ناس هو درني معناها في هاد الفتره ما كاين حتى شهر دابا تزادت عنده بنيه وعنده ديجا عنده بنت، شنو غادي يوكلها؟ واش غادي يعيش هاد الناس؟ تخرج تطلب، تخرج تمشي تكريسي، تمشي الناس تبيع الحشيش، تبيع الشراب، تبيع ممنوعات، يولي مدرب. سهل الانسان راه الفقر كيصنع اي حاجه، من الفقر نكونوا مجرم، نكونوا ارهاب، نكونوا ما عرفت شنو، ولكن لا، حنا مواطنين بغينا نخدموا، ما طالبين لا تعويض، ما بغيناهم يعوضونا، ما بغيناهم يعطونا حتى شحال، بغينا غير نرجعوا للعمل ديالنا. اللي هو الخدمه في فيكتوريا، البلاصه اللي خدمنا فيها، خدمنا قبل ما تدخل هذه الشركه، ولقيت اللي دخلت هذه الشركه تشرفنا. شنو السبب؟ وكما كنقول، قلت لك في الطرح الاول، هاد الدراري مستعدين يديروا اي حاجه، راه الفقر كيصنع اي حاجه، راه السيد راه مرسم وشعل في راسه العافيه، حتى حنا مستعدين نشعلوا في راسنا العافيه، ومستعدين ما عرفتش نصنعوا، ولكن باش نوصلوا داك الشيء، ولكن الا وصلت الوقت غادي يوقع داك الشيء، ونتمنى ان داك الشيء ما يوقعش، والسلام عليكم.